ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها. شوفوا الكارثة اللي وقعت لسيارة قائد قيادة واستنفار السلطات الأمنية. تعرضت سيارة قائد قيادة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة للتخريب بعدما أضرم فيها مجهولون النار في ساعة متأخرة من ليلة يوم الجمعة، ولم يعرف بعد أسباب إقدام الجناة على إضرام النار في السيارة الشخصية لقائد قيادة قصر المجاز وكذا تخريب سيارة الخدمة، إلا أن مصادر إعلامية رجحت بأن الأمر قد يكون مرتبط بصرامة مسؤول السلطة الترابية ونزاهته التي لا يمكن أن تروق لبعض المفسدين في المنطقة. هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوصول إلى الجنات.